الأعراض اللي كانت عندي اللي هي جيوب أنفية، وعندي الانحراف، وعندي كان اللحمية. وجدنا أن هناك العديد من اللحميات الصغيرة داخل الأنف، إلى جانب وجود انحراف للحاجز الأنفي من الداخل. اسمي علياء عبد الله الخاطر من دولة قطر. الأعراض اللي كانت عندي اللي هي جيوب أنفية، وعندي الانحراف، وعندي كان اللحمية. الحمد لله جيت هني المستشفى، طبعا الدكتور كشف علي في العيادة، شاف عندي انحراف جدا جهة اليمين، جدا يعني كان وايد صعب اللي هو التنفس، مجرى التنفس كان وايد ضيق عندي بسبب الانحراف والجيوب الأنفية، كان في مثل الالتهاب، وكان عندي اللحمية كانت بالكثرة في الخشم وشي في الأنف. بس الحمد لله بعد ما تكلمت مع الدكتور قررنا نسوي عملية، تحدد وقت العملية. ما شاء الله الدكتور وايد ممتاز، والعملية كانت جدا سهلة الحمد لله، وطمني الدكتور. عقب بيان الدكتور الغرفة وطمني أكثر عن حالتي بعد العملية. الحمد لله بعد ما سويت العملية وبعد العلاج اللي قدمه لي الدكتور، الحمد لله الحين أحسن من قبل بوايد الحمد لله. مرحبا، أنا الدكتور ناتابون، أشرفت على حالة المريضة علياء والتي كانت تعاني من مشكلة في انسداد الأنف، إذ كانت تعاني من الأعراض منذ سنوات عدة، وبدأت تزداد بشكل تدريجي إلى أن أصبحت تشتكي من صعوبة التنفس وخاصة أثناء النوم، حيث إنها في بعض الأحيان لا تستطيع التنفس من الأنف بشكل طبيعي حينما تكون نائمة، مما يوقظها هذا الأمر من النوم فجأة كي تلتقط أنفاسها مجددا. وبعد أن قمنا بإجراء الفحوصات وجدنا أن هناك العديد من اللحميات الصغيرة داخل الأنف، إلى جانب وجود انحراف للحاجز الأنفي من الداخل، وأيضا التهاب في الجيوب الأنفية. وبما أن الأعراض كانت شديدة لدى المريضة، فقد رأينا أنه من الضروري أن يتم العلاج بالجراحة، وذلك لتصحيح الانحراف للحاجز الأنفي وإزالة اللحميات التي تعيق مجرى الهواء، وهذا ما جعل المريضة علياء قادرة على التنفس بشكل أفضل بعد العلاج. خدمات المستشفى ما شاء الله وايد وايد أوكي، عندكم رعاية ما شاء الله، وتتابعون المريض، وعندكم بعد الاتصالات الهاتفية تطمنون على المريض، فهاي ما شاء الله خدمات وايد روعة والحمد لله كل شيء زين. والله أنصح الكل فيه، لأن مستشفى وشتاني يشمل العديد من التخصصات، وأهمها العظم والسكر للغرغرينة، ويشمل بعد اللي هي العيادات مثل عيادات الأسنان الجلدية، وما شاء الله بعد اللي سويت عند العملية بعد ما شاء الله دكتور وايد ممتاز، اللي هي عيادة الأنف وذن وحنجرة، أنصح الكل فيه. Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.